علاجك بين إيديك هي عنوان فقرتنا لليوم مع خبير الأعشاب الدكتور جعفر الشريف، الحديث عن نعم موضوعات مهمة جدا بتتعلق بكيفية علاج البروستات والناسور والعجز الجنسي اللي أصبحت برضو هي واحدة من الحياة اللي الناس بتتكلم عنها بصورة مستمرة. نعم حديثنا اليوم مع خبير الأعشاب الدكتور جعفر الشريف، مرحبا بك في حضرة المساء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا اخترت البرنامج يعني سميته صحتك وعلاجك بين يديك بالأعشاب، وإن شاء الله يعني يكون برنامج يدي كله يعني منتجاته كلها تدي المبعول الناجع للعلاج بإذن الله. نعم مرحبا دكتور جعفر، بداية يعني قبل نتكلم عن العلاج نتكلم عن أسباب البروستات. هل في أسباب واضحة ممكن الناس تقدر تتجنبها قبل ما تصاب بالبروستات أو غيرها من الأمراض اللي تكلمنا عنها؟ والله البروستات اصلا يعني هي اصلا بتتخم الغده بتحت البروستات، يمكن يحصل ورم، يمكن تتخم، يعني تحصل تضخم في غده البروستات، ويعني حتى شروط الجماع يعني خدت لك للجامع انت شارد، ولا الجامع شبعان، ولا الجامع شبع. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال صلى الله عليه وسلم احفظ منيك فانهما الحياه. يعني وفي حاجات سلبية يعني استعمال المحدقات والشطوط يمكن برضو تكون مشكلة، انه تكون في يعني مشاكل بتاعت سخانة في البول، يعني ومرات يعني زول مناطق تكون مويتها مالحة، يمكن مرات ما تكون التضخم في الغدة، يمكن تكون في حصوة نازلة برضو تأثر تكفل هنا يعني، وحلها بقى الا بالتدخل الجراحي، والتدخل الجراحي برضه يعني الناس بقت بتخاف منه ومشكلته يعني كبيره. دكتور جعفر، تحدثت عن الاسباب، فيا ريت لو تحدثنا عن كيفيه العلاج والوقايه. والله اصلا البروستات يعني زول حافظ على صحته، وفي اعشاب يعني واغيه من البروستات، يعني لو الزول حافظ عليها ابد الحياه، لو كانت من ضمن ماكولاته ومشروباته بذره الكتان. يا استاذ محمد ممكن ترفعها؟ بذره لا لا دي جنبك، دي لا الثانية، دي بذرة الكتان دي عشبة يعني بتتزرع في مصر، يعني شكلها زي السمسم. ولو الزول يعني تخلي البروستات والغصف في أحسن حال، يعني بتحافظ على الغدة وما بكون في أي ورم ولا بكون في أي مشاكل، لو الزول حافظ عليها أبد الحياة، لكن وتكون دكتور وغاية كاملة. مرات الناس بتقول العلاج بالأعشاب هو طويل الأمد، يعني بيحتاج لفترة طويلة جدا، فبالتالي بتلجأ لرغم تخوفها من التدخل الجراحي بتلجأ له لأنه سريع ومفعوله سريع. فطول أمد العلاج بالأعشاب ما بأثر في مسألة العلاج؟ والله اصلا الاعشاب ما هي اسمها الاعشاب الامنه، يعني معظم الاعشاب انا شغال بها اعشاب امنه وما عندها اي سايد افكت، ومهما تكون الفتره انه العلاج الناجع انه احسن، انه التدخل الجراحي ذاته مرات يكون في ورم وتحصل يعني يمكن تتكرر العمليات ذاته على المريض وتحصل له مشاكل وانحباس في البول وتحصل له مشاكل كثيره يعني. جميل. دكتور جعفر، هل الاعشاب او العلاج المستخدم للبروستات ممكن يقضي على المرض نهائي؟ والله باذن الله، انا عندي ناس كانوا رابطين قسطره وما شاء الله يعني اخذوا العلاج وفي فتره وجيزه يعني التفلت والتقطع حق البول وحتى يعني الحاله الالتهابيه اللي كانت في المثانه يعني بتزول، وحتى يعني الاعشاب ذاتها بتخاطب الغده ذاتها بتحت البروستات، ولو في ورم او تضخم بيزيله باذن الله. اثناء فتره العلاج يعني بتنصح المريض بشنو اثناء ما هو بيتناول الاعشاب؟ والله بننصحه انه يعني يبعد عن الجماع ويحافظ على صحته في الفتره العلاجيه، يمكن تستمر معه 45 يوم والله 90 يوم، يعني ممكن يحافظ عليها وتكون يعني دي حميته انه يحافظ في الفتره دي، وبعد صحته ترجع انه ثاني يعني حياته بشكل طبيعي ثاني. جميل. دكتور جعفر، وقفنا في البروستات، لكن خلينا نرجع للعجز الجنسي ونتكلم عن العلاج بتاع العجز الجنسي والعشبه المستخدمه في العلاج. اي العجز الجنسي اصلا يعني بقى مرض يعني مزمن، يعني بقى يعني بسبب الاغذيه والاطعمه والتلوث البيئي الحاصل في المجتمعات، يعني الاكل بقى يعني كله كيماويات ومشاكل، يعني ما في غذاء يعني مكمل للغذاء يعني،
وفي حاجات يعني ضغط الضغط النفسي برضو مع اي التعامل يعني الخارجي. اصلا ضغوط نفسيه يعني. انا زي ما ذكرت انتوا للجامع شبعان، للجامع جعان، للجامع عقلك شارد، يعني دي كلها شروط والاسلام اداها اولويه وكده. والمهمه يعني دي تكون محافظه، لكن الاسباب كثيره يعني، في المأكولات والمشروبات والاغذيه اللي تغيرت والاطعمه اللي تغيرت على الناس يعني في الفتره دي. نعم. الان يعني الاعشاب اللي مستخدمه لعلاج العجز الجنسي، كيفيه تناولها؟ هل على مراحل؟ هل تتناول على دفعات مثلا ولا كيف؟ والله اصلا يعني نحن بنخلطها خلطه بالعسل، فيها العسل وفيها طلع النخيل. الطلع ده يعني مذكور في القران، ربنا في سوره غاف الايه 20 ربنا قال الم تروا، لا ربنا قال والنخل باسغات لها طلع نضيد. اي النخل دي يعني فيها يعني كميه بتاعت الحيوانات، يعني اصلا بيلقح الرجل وبيلقح المراه، يعني طلع اشبه الاشياء بالانسان النخله، يعني تلقيح النخله وتلقيح الزوجه وتلقيح المراه وتلقيح الرجل، يعني كله تلقيح واحد يعني. وبيستعمل معاه العسل الاصلي زائد حاجه اسمها الجنسج زائد الزنجبيل، مرات الزنجبيل الهندي، وبتكون دي خلطة معالجة للعجز الجنسي وما بتكون فيها أي مضاعفات ولا فيها مشاكل، يعني باعتبارها وجبة غذائية مكمل غذائي. هل هنالك حالات نجحت أو في أمثال للشفاء من العلاج، الشفاء بالعلاج من العجز الجنسي؟ أي ما شاء الله، يعني الناس حصة طوالي يعني يوميا، والله كل يوم والتاني يمكن يكون في جرعتين ثلاثة ماشية لناس، وفي استجابة كبيرة إنه يعني الناس جربت حبوب مغوية وكده يعني أثرت على صحتهم، والواحد بقى يتخوف يمكن تعمل له ذبحة، تعمل له جلطة، تعمل له مشاكل، يعني الناس بقت راجعة للطبيعة وإنه يحافظوا على الحاجة الطبيعية عشان تكون حل متكامل. يعني أهم الأعشاب المستخدمة للوقاية ولعلاج المشكلات المتعلقة بالعجز الجنسي أو البروستات أو حتى البواسير اللي أصبحت الآن برضو كثير جدا من الناس بيشكوا منها. اي يعني العجز الجنسي اصلا يعني دي اعشاب وشغاله فيه العسل والطلع والزنجبيل، وبالنسبه للبروستاد يعني شغاله بذره الكتان زائد الخردل زائد الشاي، ده الشاي فيه البابونج هو الشاي ده؟ يا هو الشاي ده الخردل، والخردل ده مذكور في القران، ربنا قال وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين، يعني بيتزرع في الهند وفي اثيوبيا يعني دولتين، يعني باعتباره حتى الهنود والمصريين والاحباش يعني الاثيوبيين بيستعملوه كتوبل في الاكل يعني، وبرضه يعني اساسي جدا في الوجبه، اساسي في الوجبه. وغير كده انه يعني جاي في كتب الطب النبوي انه الزول اللي بيبلع 14 خردله ما بيتعرض لشلل دماغي، ما بيتعرض لشلل دماغي، واغي من الشلل الدماغي. وغير كده انه بخاطب اي ورم في الجسم، انه يعني خاطب الورم ويعني الورم ينزل بسبب انه الجرعه دي تصل لحته اللي فيها الورم او اي نموات، يعني اصلا واغي من النموات السرطانيه او النموات بتاعت اي يعني اورام تظهر في الجسم. طيب عدم استخدام الطريقه الصحيحه ممكن تسبب في اثار جانبيه سالبه؟ والله اصلا ما في حاجه ساره يعني سالبه، لكن يعني اصلا يعني الاعشاب دي ذاتها عندها اصول اسمها اصول فيها اليقين. اليقين يعني المرض، يعني اليقين تتيقن بربنا، يعني انه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال تداوى عباد الله ما من داء الا وله دواء، علمه من علم وجهله من جهل. العلم تعلم انه المرض وارد والشفاء مطلوب والوقاية خير من العلاج. والإرشادات، إرشادات الدواء زائد الحاجات الممنوعة طوالي، يعني تاني ما في مشكلة الزول بيتعالج بالأحسن. نعم دكتور جعفر، احنا في السودان الاستمرارية في العلاج يعني صعبة جدا عندنا، يعني الزول بيكون مريض بدأ علاج بالأعشاب أو علاج من طبيب مختص، فلما يشعر بالتعافي لفترة معينة بيقوم بوقف العلاج حتى وإن كان في نص العلاج. هاي دي مشكلة يعني اصلا، يعني زمان اهلنا بقول لك العافية خير، الزول من يحس العافية يقوم يقطع العلاج، يقطع العلاج، دي مشكلة يعني. لازم الزول يكمل الجرعة المحددة، وعشان يكون دي يعني اصلا تكون جرعة شافية وكافية،
ويتابع يعني بعد يعني ما ياخذ الادويه ذاتها من اي زول يعني مش يشوف اي علاج يقول دار يشيل حتى الاعشاب دي يعني اصلا الا باختصاصي كامل واعشاب امنه وحتى تاريخها وتاريخ فعاليتها وطريقتها الدوز بتاعتها جرعتها لازم الزول يكون متاكد وما يمشي يشيل عشبه من اي زول يمكن ياخذ عشبه بالغلط وتاثر على صحته وتعمل له مشاكل ويكون في مشكله كبيره ثاني يكون حلها صعب. طيب المدى الزمني لعلاج الناسور؟ والله يعني زي اسبوعين يعني علاج الباسور والناسور يعني البواسير الناسور ذاته نوعين في ناسور عظمي وناسور شرجي. يا ريت لو نفسره. يعني الناسور الشرجي ده بيكون في فتحة الشرج والعظمي ده بيكون داخل يعني ماسك مع يعني السلسلة الفقرية يعني والاثنين خطيرات يعني ويشكل خطورة والتدخل الجراحي ذاته بيجي مشكله انه طوالي ثاني تتكرر عليك العمليات ولو الزول يعني ما حافظ على العلاج وكده يمكن يعني تبقى حاجه ورم يمكن تغير لورم خبيث وتبقى مشكله وحلها صعب وانه يعني الاعشاب ذاتها انه هي حاجه طبيعيه وحلها سريع يعني عندنا حالات تم شفاؤها ما شاء الله يعني بعلاجنا وما شاء الله حصة يمرهم 100% يعني كانوا دارين عملوا عملية وأخذوا العلاج ما شاء الله داخل الخرطوم أو خارج الخرطوم وربنا سهل لهم ورسل لهم العلاج بإذن الله. البواسير في بواسير داخلية وبواسير خارجية يعني بتعمل شطور أو حبوب في فتحة الشرج ونحن يعني بنخاطب هنا يعني عندنا خلطة فيها سعد وفيها حاجة اسمها كفي مريم وفيها يعني كتان بنخلطها مع العسل دي بتكون مسحة خارجية بنسقيهم حاجة اسمها الشعير الهندي بيشربوه مع الزبادي على الريق وبمشي البطن نحن عارفين بمشي البطن كم مرة بمشيها مرة واحدة نكون كده استأصلنا البواسير الداخلية والخارجية. نعم استخدام هل في الأسبوع مثلا استخدام يومي ولا حاجه وكده؟ الاسبوعين استخدام يومي لمده 15 يوم لو حاجه يمكن يعني اصلا الشطور او الحبوب دي يعني يمكن تتمدد هي باختبار اورده تتمدد خارج فتحه الشرج تتملي بالدم ونحن اصلا بنصلها لحلين يمكن تتفجر وتفتح والوريد يرجع طبيعي اما يتمدد الوريد ورجع طبيعي. شايفين هنا برضو عندنا عشبة علاج السكري. عشبة شنو ولا أي السكري يعني أنا تكلمت فيه وفي حلقات كثيرة والسكري يعني مرض مزمن والعالم كله عاجز في علاجه وما شاء الله يعني حس العلاج ده يعني من 2015 أنا بديت وسجلت لبرات اختراع وتعالجوا بناس ما شاء الله وحس الناس في الحلقات اللي قدمتها إنه هم ماشيين كويس وبصحة حتى التراكم ذاته يتنازل وصحتهم ماشية في يعني صحة تامة بإذن الله يعني السكر فيه مجموعة فيه الترمس وفيه الحلبة وفيه الخروب وفيه كليل الجبل وفيه صفق الزيتون وفيه الشيح وفيه الحزة وفيه القرفة يعني فيه تسع أعشاب وفيه الكرفس يعني أعشاب طبيعية باحتبار رهيب مكمل غذائي وعلاجي. دكتور جعفر كثير من الدكاترة اللي بيعالجوا بالاعشاب وغيرها عندهم عدم المتابعه مع المريض فهل انت بتتابع مع المريض لحد ما يشفى تماما ولا بتديه العلاج وخلاص؟ والله ما شاء الله نحن حتى اللي بيجينا بنكتب بياناته واسمه وعنوانه وعمره وتاريخ مرضه ونوع المرض وبداية استخدام الجرعة حتى من الرخلام حتى بداية استخدام الجرعة نعم. والجرعة يعني ذاتها محسوبة في جرعة شهرين في جرعة أسبوع شهور في علاج شهر يعني حتى الجرعة بيكون متابع عن مريض وأنا يعني أكون فاضي من الصباح بتابع كل المرضى يعني كل المرضى اللي بديهم علاج بتابعهم ولو الواحد دار يرجع لتاريخ بداية علاجه عادي برجع لدفتر الأحوال وأوريه إنه هو بدأ بتين واخذ العلاج بتين واستخدمه بتين والنتائج كيف يعني كل المرضى بيتابعوا معي وبيتصلوا طوال يعني يوميا اي مريض قاعد يتصل. دكتور جعفر في ثقافتنا المجتمعيه السودانيه مرات في امراض معينه حتى ازور اذا اصيب بها ما بيقدر يمشي لدكتور يحكي عنه او حتى ناس البيت ما بكلمهم بها فانت كيف تقدر تتعامل مع الناس او رساله للناس اللي ما بتظهر نوع
من الامراض، خوفا من يعني الخجل بصوره واضحه يعني. فالحياه دي كيف انت بتقدر تتعامل معاها؟ واتمنى انك ترسل رساله للناس دي يعني. والله اصلا يعني اصلا المرض الزول لو عيان ميدس يعني لا حياه في الدين يعني. الزول المريض يعني يفتش علاجه يعني. اصلا المرض اذا يعني الزول دس المرض يمكن يتطور وتكون فيه خساره كبيره للاسره، ويمكن هو ذاته بسبب المرض يفقد حياته. والمهم يعني نحن يعني اصلا بكل سريه وكتمان يعني الواحد بيتصل عليك اذا في مرض يعني ما دار يظهره للمجتمع، والله بيخرب سمعته مع المجتمع يعني. ممكن يعني بيتصلوا علينا وذاته يعني اي مريض نحن قاعدين نستقبله براوي يعني عشان يوريك الحاصل، وبكل سريه وكتمان يعني ما في اي حاجه تسهر ولا يعني. وننصحه منه اي زول مريض شاكي من مرض لازم يفتش علاج. يعني المركز عندكم خصوصيه للناس اللي بيجوا عندهم حاجات ما يقدر يحكوها قدام الناس؟ اي عندنا خصوصيه حتى لو انا في مواصلات، في ناس بيتصلوا علي بقول لهم ارجع المكتب وانا اتصل عليكم. دي حاجه جميله جدا بالمناسبه، بتخلي ذاته المريض يحترم المكان اللي هو مشى يتلقى فيه ولا العلاج. برضو خلينا نجيب في نقطة شوية ممكن هي تكون مهمة، كثير من الناس بتتخاف انه الاعشاب او العشب اللي انت ماشي تستخدمه ممكن قد تكون هي ما مدتها او منتهية او هي غير صالحة، فكيف بتتعاملوا مع الحياة دي؟ والله نحن بنتعامل يعني هي اصلا خبرة يعني. اي زول حسب خبرته، وهي مهنة انا زي ما ذكرتها بعيدة عن العشوائية والاسراف. انت بتقدم منتج وبتقدم في ثقافة انه انت ذاتك عشان يعني تعيد بها الثقافة القديمة، وانت ذاتك بتنهض بها والبلد ذاته بتنهض بها كثقافة داخل السودان او خارج السودان. والمشاريع دي يمكن تنهض لدول متقدمة، ويعني البحوث دي لو كانت صحيحة 100% يمكن تنهض بها دول يعني وشركات عالمية، والعالم كله يعني عاجز في الامراض العضوية. ويعني لازم المنتج ذاته يكون آمن وخاضع لتجارب محلية وعالمية. الآن دكتور المركز الآن عنده وجود في سوق أم درمان. الأقاليم يعني هل بيتم التواصل معك مباشرة عبر الهاتف، ولا عندك الآن أقسام في عدد من الولايات؟ والله اصلا مركزي واحد، لكن والله يعني اي زول في اي ولايه يعني رسلت انا يا للفاشر بورسودان النيل الازرق سنار يعني يوميا عندنا كل يومين ثلاثة أربعة خمسة إرساليات، ومنوصلها لأي يعني أي ولاية قاعدين نرسل يعني. ليه الفاشر نيال؟ ليه السعودية؟ والله الليلة يعني يمكن جزول شال علاج مودي أمريكا يعني الليلة اليوم ده يعني جا شال علاج سكر يعني. زول شاهد الحلقة في أمريكا وقال يعني يجيبوا له العلاج الليلة اليوم ده شال علاج لأمريكا. ما شاء الله تبارك الله. هو محمد العبيد لفتنا لجزئية مهمة، و زي ما انت تكلمت انه في توصيل للولايات وخارج السودان، هل في فكره انه يكون في نقاط بيع مباشره؟ والله ان شاء الله يعني نحن يعني اصلا لو دخلت في شراكات دي مشاريع كبيره، ويمكن تخش فيها شركات عالميه يعني الشركات العالميه زي المانيا وبريطانيا وهولندا وامريكا، دي مشاريع يمكن تخش فيها. وانا يعني قاعد يسجل براءات، والبراءات يعني بتختارك دول عالميه، ويعني ما شاء الله الملكية السودانية الملكية الفكرية السودانية هي أقوى ملكية في أفريقيا والشرق الأوسط، وهي يعني تعاملها سلس يعني بتحفظ لك حقوقك كان داخل السودان أو خارج السودان. وما شاء الله يعني تعاملهم يعني ما بعكسوك في حاجة، أي حاجة متاحة لك. ودي مشاريع يعني نهضة اسمها السبيل للنهضة يعني، دي يمكن يعني مشاريع دي تكون سبيل للنهضة للسودان، ونحن ما محتاجين لاي زول، وان شاء الله تكون المشاريع دي للبلد باذن الله. دكتور جعفر اخيرا كده يعني عندكم حاجات احشاب مثلا هي تقي الانسان من الامراض، يعني ممكن زول يكون هو ما مصاب من الامراض لكن يتلقى نوع معين من الاحشاب تقيه من الامراض المختلفه، اشبه بفكره الطب الوقائي يعني. يعني نحن حتى الاسعافات الاوليه ممكن تكون في البيت يعني زي اليانسون لإسهال الكبار والصغار، دي ممكن يكون قاعد في البيت يعني. زي الخروب ممكن يعني يكون قاعد في البيت لمشكلة الدسنتارية يعني. في الميستيكا اليونانية دي ممكن تتعامل في الزيت للالتهابات الصدرية للكبار والصغار، وممكن يعني زيت الزيوت بتاعت زيت فيه والحنض فيه والقرط
يعني دي للحميات وكده يعني. دي حاجات يعني علاجية وغائية، ولازم الزول يكون يعني محافظ على صحته. والشاي ده ممكن يعني ياخذ منه الزول جرعه يوميه، هو منشط لعمل الكليتين والكبد والطحال والرئتين. نعم طبعا النجوه دي نجوه قاطعتك صح، هذه ما في مشكله. يعني نحن بنشرب قهوه كثير، بتشرب قهوه مرات يا دكتور؟ انا بشرب قهوه. انت بتشرب قهوه كثير؟ قلت كده والله شربنا قهوه كثيره طبعا. فالناس اللي بتشرب قهوه مرات بيقول لك والله يصيبوا بقرحه او مصران، احيانا تتطور لمصران، والقهوه على الجوع، القهوه الصباح. انا بشرب قهوه كثير برضو خلاص. اي انت معروف بتشرب قهوه كثير كويس. الحاجه دي مرات بيسبب مشكلات كثيره جدا تتعلق بالمعده. هل موضوع المعده طبعا اكثر حاجه بتكون جايكم شكاوي منه كثيره جدا، وانا شخصيا لما اشتغلنا حلقه قبل كده انا بيقول لي يا اخي تكلمنا عن المصران مشكلات، هل ممكن تعالج ولا لا؟ والله بتتعالج، لكن انا زي ما ذكرت البطن بيت الداء والحميه اساس كل دواء. يعني اي حاجه تضرك انت تجيف منها. يعني شراب القهوه على الريق ذاته مشكله. يعني اول شيء يعني حتى المشروبات الساخنه دي على معده خاويه ما كويس، ان الزول بعد الاكل ممكن يشرب، لكن على الجوع يمكن تاثر على صحته. واصلا بتعمل ارق وعدم نوم ومشاكل، يعني وبتعمل مشاكل كثيره، يمكن تعمل حموضه ويمكن تسبب في علاج. عندكم لا بديل القهوه دي؟ والله الشاي ده لك اندر تغير مزاجك، لكن القهوه دي اصلا ما بتتخلى اصلا، لكن الزول يخفف منها يعني. نعم. كمان في ناس بتقول انه القهوه علاج يعني وفيها فوائد كثيره جدا بالنسبه للدم. والله هي فيها نيكوتين لكنها بتؤدي لأرق وكآبة واكتئاب، يعني استعمالات يعني احنا بعد شوية حنخش في دور بتاع علاج كآبة يا محمد العباس. والله ده الشاي شيلوه، في شاي مش بيمنع الكآبة. بيعمل عن الكآبة والاكتئاب. مرتضى عندك حاجة استاذ مرتضى؟ نعم. تحية لي يعني المصور الأفضل والأشهر بالنسبة لي، الناس بيحبوا جدا يعني مرتضى. انا بستمتع جدا ان اكون شغال معاك الله يا مرتضى. خلينا نرجع للدكتور يا محمد العبيد، وكثير من البنات بتسالوا هل ممكن يكون في فرع يكون متخصص بالعلاج او بالجمال بالاعشاب فقط، لانه الناس زي ما بيقولوا البنات ستروا خلاص من الحاجات الكيميائيه. والله اصلا انا اخترت قسم اسمه جمال المراه بالاعشاب، فيه الزيوت تبدا من تاج المراه وهو الشعر، زايد البشرة، زايد التفتيح الطبيعي، زايد النحافة والتسمين. يعني دي حلول متكاملة لين، وإن شاء الله ما أفضل لهم من أفضل يعني حاجة طبيعية وآمنة وما عندها أي سايد افكت، يعني ما عندها أي آثار جانبية لو الزول استعملها أبد الحياة ما عندها أي مشاكل. بس دائما السيدات بيشكوا إنه الأعشاب بتكون بطيئة جدا، يعني ما بيلقوا تفاعل سريع. شفقانة مع الحساسة. نحن شاكرين لك جدا دكتور جعفر على المساحة الطيبة والمعلومات المفيدة جدا اللي احنا استفدنا منها، والمشاهد الكريم برضو استفاد. شكرا جزيلا. جزاكم الله خير. وانا داير انوه يعني لحاجة انه اهلنا في الجزيرة وفي الشمالية يعني بتكون في المشكلة بتاعت هنا بالهرسي يعني منتشرة دي، داير انوه لها وانهم باخذوا ادويه طوالي في فصل الخريف، انه ياخذوا اللالوب، يعني اي بيت يكون فيه اللالوب ويشربوا عصير اللالوب، وده الحل الوحيد لمشكله البلهارسيا. ودي اصلا انا كل حلقه بتذكر انه يعني اقدمها للناس في الجزيره وفي نهر النيل المناطق المنتشره فيهم البلهارسيا. نعم لانه بيشربوا من الانهار يعني من الترع يعني ودوي غايه لهم باذن الله. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير دكتور جعفر الشريف، اتواصل معاكم من جديد في حضره المساء عقب هذا.